الرجاء من الحضور القيام بسم الله الرحمن الرحيم سعادة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اندونيسيا الاستاذ عصام بن احمد عابد الثقفي حفظه الله سعادة المدير العام لتوقيع المجتمع الإسلامي بوزارة الشؤون الدينية الإندونيسية فضيلة الأستاذ الدكتور بروفيسور الأستاذ الدكتور قمر الدين أمين حفظه الله سعادة وكيل الوزارة المساعد للشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ محمد بن حمدان الحتيبي حفظه الله فضيلة الملحق الثقافي الملحق الديني لدى سفارة خادم الحرمين الشريفين بإندونيسيا فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي حفظه الله أصحاب السعادة السفراء للدول الشقيقة والصديقة أصحاب الفضيلة العلماء والمدراء أيها الحفل الكريم الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنآم نحمده سبحانه وتعالى على آلائه الجسام ونعمه العظام ثم أصلي وأسلم على نبينا وسيدنا محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أيها الحبل الكريم الحمد لله الذي جمعنا في مثل هذا الاجتماع الاحتفال بافتتاح إحدى فعاليات المسابقات العظيمة يتسابق فيها جلة من الحفظة لكتاب الله وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير الناس أخرجوا للناس خيركم من تعلم القران وعلمه سعاده السفير سعاده المدير العام ديوان المختار الاسلامي الان ايات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعنا احد المتسابقين عبد السعد فليتفضل مشكورا ماجورا دي sebaik baik dibukanya acara ini dengan pembacaan beberapa ayat suci Al-Qur'an dibacakan oleh salah seorang peserta Abdul Sa'ad dipersilakan